السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ معكم منار من قناة نصويت شانل. اليوم زي الفيديوهات السابقة زي ما حكيت لكم، أنا حابة أتدرب كتير على الفيديوهات هاي، يعني إني بدي أرسم أكثر وجوه. يب، أول فيديو رسمته كان عن بنت كورية أو يابانية، I don't know، حبيت شكلها ورسمتها. ثاني فيديو كان عن بنت أو سيدة أجنبية، أتوقع من فترة السبعينات أو الثمانينات، I'm not sure. وهاي المرة أتشكل معنا الجمال الهندي. هاي البنت هندية I think، أتوقع. إذا حد بيعرف إنها مثلا إذا كانت ممثلة أو إشي وحد شافها من قبل وهذا، يحكي لي تحت في كومنت، يحكي لي اسمها لأنه الصراحة البنت عجبتني. واجهت شوية صعوبات في إني أجيب اللون تاع البشرة صح. لا أخفيكم سرا، الصراحة لون البشرة الغامقة شوي تريكي، يعني شوي صعب وهو بيغلب إنك تجيبه، لأنه في يعني مناطق غامقة كتير، مناطق ممكن تكون فاتحة. أنا جبت الأندرتون تاعها صح، يعني هي الأندرتون تاع البشرة لونه أصفر، بس أنا زودت الأصفر زيادة عن اللزوم وطلع أصفر زيادة. ممكن تحكموا انتوا بين هاي الفيديو، هذا الفيديو والفيديوهات السابقة مين أحسن، مع إني أتوقع إنه في تحسن ملحوظ في التلوين، بس إنه برضو لسه بدي كمان إن شاء الله حاول أشتغل على هذا الجانب. حطيت لكم بوست على الفيسبوك إنه مين بكو أرسم هاي البنت أم البنت الثانية، فأغلبكم علق إنه بدنا ترسمي هاي، لأنه برضو أنا كمان كنت حابة أرسمها لأنه صراحة حلوة. بس بما انكم شفتوا اول الفيديو، فانا برسم برا في البرندة. انك ترسم برا في البرندة ما اتوقع، هو صحيح انه الاضاءة كويسة وممتازة، طبعا يعتمد ذلك على الهواء والجو اذا كان مناسب ولا لا، بما انه لساته فترة الشتاء شوي تقريبا، فمش دايما بطلع وبرسم، فانا حابة ان شاء الله هيك بالصيف اطلع وارسم اكتر من هيك ان شاء الله، حتشوفوا فيديوهات كتير هيك وحتى تلاقوا حالكم. الله يعينكم. اللي لسه مش مشترك على قناتي على الفيسبوك يا جماعة، روحوا هناك على الفيسبوك، راح اترك لكم تحت روابط في الديسكريبشن، روحوا اضغطوا وتواصلوا معي، احب اتواصل معكم يا جماعة، مع انكم اغلبكم من العائلة حاليا، يعني القناة لساتها صغيرة وزي هيك، كلكم حتى من العائلة، بس انه يعني اذا كان حد مش من العائلة وزي هيك حابب يتواصل معي وهيك، حابب يبعث لي صورته برضو انه ارسمه ما عندي مشكلة، حابة أجرب عليكم. كنت حابة أسألكم إذا بتحبوا الفيديوهات اللي زي هيك اللي بقعد أحكي فيها، أم بتحبوا الفيديوهات الصامتة اللي بس بيكون فيها موسيقى وزي هيك، مع إنه هذيك الفيديوهات بتريحني أكتر، إنه ما باخد عناء التسجيل أو تسجيل الصوت بمحمل الجدة وكده. فاحكوا لي أي فيديوهات بتفضلوا، اللي بحكي فيها أم اللي بضلني ساكتة وبحط لكم موسيقى. يا رب تحكوا هذيك الفيديوهات. أوه ماي جاد. المهم مشكلتي مع هاي الصورة بالألوان، يمكن مشكلتي مع الملامح أو هذا يمكن أقل هاي المرة. صحيح بالفيديوهات السابقة كان في عندي مشكلة بالملامح، يعني ما كنت قادر أجيب الملمح صح، أنا يمكن بديت أخذ شوي إنه عيني تأخذ على الموضوع أكتر، يعني صرت أقدر ألاحظ الحاجات اللي بين هاي الصورة وهاي الصورة أقدر أجيبها يمكن شوي صح، يعني أنتوا شوفوا وحكولي اي بتحسوا اكتر، يعني هل تحسنت؟ احكوا لي يا جماعه. اوكي، تبعت في هاي الطريقه، الطريقه اللي بابا حكى لي عنها، انه اول شيء ابدا بملمح بالمنتصف الوجه مثلا الانف، بعديها من هاي النقطه ابدا اخذ نقاط تانية مثلا العينين، بعديها التم، وبعد ما اخلص كل اشي اشوف هل هي بتشبهها، يعني هل في تشابه، اذا ما في تشابه اعدل الحاجات اللي لازمها تعديل. الرسم اتوقع ما اخذ معي كثير وقت، اما التلوين حوالي اخذ معاي ساعتين، بس طبعا ساعتين او ثلاث ساعات هيك مجزئين، يعني كل يوم مثلا كنت اقعد من الصبح لكده بعديها اقوم شوي واتحرك، يعني ما كانوا ساعتين متواصلات، فكان حسيتهم وقت طويل، مع انه لو بعد ما حسبت الفيديو كله طلع معي انه ساعتين، انا استغربت حتى انه قلت او ماي جاد، يعني عن جد كل هالوقت انا بصور بفكر انه وقت طويل، مع انه ما اخذ معي كتير. انا بحب الوان البلوكات اللي زي هيك بتيجي، لانه بتسهل كتير على الواحد، يعني مش حيقعد يبوظ اللون او يحطه في مكان او محتاج باليتة تانية، نفس الباليتة هي موجودة
بس بتغلط فيها وكل إشي بيبدأ بصير معك تمام. اللي عمره رسم بالألوان المائية يكتب لي تحت إيش الصعوبات اللي واجهته، إيش صار معاه، يعني إذا سبق وتعاملته مع الألوان المائية. أنا أتوقع أكثر إشي صعب في المائي إنه تتحكم بدرجة المي، يعني ما تخرب الورقة وأنت قاعد تلون، لأنه الألوان المائية والورق ما بيمشوا مع بعض خالص. الورق بيبدأ يتفتت، وخصوصا إذا كنت بستعمل ورق نوعه مش كتير قوي أو ما بستحمل المي. هذا أكتر إشي وإحنا صغار كنا نوقع فيه، إنه مثلا نجيب الورق تاع A4 هذا العادي ونقعد نلون عليه بالألوان المائية، وطبعا الوضع بيبدأ يصير غلط. بعد هيك بننسى الألوان المائية ونرميهم، وما بنعود نجربهم تاني مرة، ونعتقد إن الألوان المائية بس للأطفال، بس اللي برسم فيها أطفال، مع إن هذا الإشي مش صحيح. الألوان المائية عندها إمكانيات كبيرة، ممكن تسوي حاجات حلوة كتير فيها، بس يمكن لأنه أول تجربة إلنا وإحنا أطفال. وأنا عن جد بديت أبدأ أحب الألوان المائية كتير، يعني جربت الزيت، جربت الأكريليك، مش تجربة يعني إنه رسمة كاملة، بس إنه رسمت أكثر من رسمة مثلا بالزيت اللي بالأكريليك، ما حبيتهم بقدر ما حبيت الألوان المائية. عن جد الألوان المائية تحفة. هيك يا جماعة بكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى تكونوا استمتعتوا. إذا استمتعتوا وعجبكم الفيديو حطوا لايك، ولا تنسوا تشتركوا لا تنسوا تشتركوا في القناة. شوفوا الفيديو الجاي، سلام.